السلام عليكم، مرحبا بكم معي في قناة حلويات أسماء. أتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم 4 ديال الحلويات ديال العيد. دائما نبقاو في الحلوى ديال العيد، فهاد الحلويات بسيطة وسهلة، كاملين ما غاديش يحتاجوا منكم لا مرشم ولا طابع، شي حاجة اللي سهلة وبنينة بزاف. هكا يعني تكون عندكم أفكار باش تصايبوا الحلوى ديالكم. كنتمنى فيديو اليوم يعجبكم، كيف العاده خليو تعليق كيف ما كان، واخا غير ايموجي باش تشجعوني وباش الفيديو يتشاف ويطلع لاكبر عدد من الناس. والان نخليكم فرجه ممتعه. نبداو على بركه الله. انا دائما كندير نص ديال المقادير، يمكن لكم دائما تضاعفوهم الا بغيتو كميه كبيره. فانا هنا غادي نستعمل 125 غرام ديال الزبده ونص نص رابعه ديال الزبده. انا هنا هذه المره دايره زبده حيوانيه او زبده ديال العبار، بما ان بزاف يعني ما كتوفرش ليهم المارغرين. غادي نحتاج واحد 100 مليلتر ديال الزيت نباتي اللي هي بالكاس ديال الشاي او ديال العنبه كاس الا ربع، وغادي نحتاج ايضا 4 ديال الملاعق كبار ديال السكر الخشن. ما غاديش نكثروا لاننا غادي نستعملوا الشوكولات في التزيين باش نوازنوا الحلاوه وما نديروش بزاف السكر. نحتاجوا الفاني والخماله ديال الحلوه، وهنا عندي بيضه كامله وصفار بيضه، كاس ديال نشا الذره، وعندي الدقيق حسب الحاجه باش غادي نجمع العجين. كيف ديما غادي نقول لكم شحال استعملت. نمروا الان الطريقه ديال التحضير. فغادي ناخذوا قصريه او الاناء اللي غادي نخدموا فيه، غادي نوضع الزبده. بالنسبه للزبده ما تستعملوهاش في هذه الحراره، هذه ما تستعملوهاش يعني ما تكونش بايته على برا ولا يعني تكون في الثلاجه، لانها يعني كتكون مع هذه الحراره كتذوب بسرعه هذه الزبده ديال العبار. فغادي نستعملها انا من الثلاجه، وغادي نبدا كنخدم فيها بحال هكا. يعني كتلاحظوا انها دغيا دغيا كتطلق، ما نحتاجش انني نخليها في حراره ديال المطبخ. كنخدمها مع داك السكر والفاني والملحه، غير كتنسجم معهم صافي. كنزيد الزيت النباتيه. بالنسبه للناس اللي اللي بغيتوا الحلوه ديالكم زعما تجي اقتصاديه، بغيتوا تستعملوا المارغرين، يمكن لكم تستعملوها، غير الكميه ديال الدقيق ما غاديش تكون نفس الكميه اللي استعملت انا. يعني كتختلف الكميه ديال الدقيق مع النوع ديال الزبده. فانا كملت او من بعد ما خلطت مزيان، كنزيد ديك الصفر ديال البيضه وبيضه كامله، وكنخلط نرجع نخلط حتى غادي ينسجموا المكونات، وعاد نبدا نزيد في المواد الجافه. هنا مباشره كنبدا نزيد في النشا. عندي كاس ديال النشا اللي هي 90 غرام، وعندي خمالة ديال الحلوى الوزن ديالها 8 غرام، ونبدا نجمع بالدقيق الكافي. عجينه خصها تكون رطبه، ما تكونش يعني ما تجمعوهاش ناشفه ولا غادي تبقى كتفرزت لكم وما كتجمعش. دائما كيجيني هذا السؤال هذا، يعني الغلط كيديروه البنات، كيكثروا الدقيق والعجينه ديالهم كتبان لهم راه رطبه، ولكن من بعد كتشرب وكتبدا كتفرزت وكتطلق لهم الزيت. دائما نجمع العجينه ديالي شويه رطبه في الاول، وهي محدها كتجلس وهي كتزيد كتماسك. فبالنسبه ليا انا العجينه ديالي احتاجت لها 300 غرام عفوا ديال الدقيق، وكيف ما ديما عندكم ميزانكم هذا هو القوام ديالها كيف ما كتشوفوا، عجينه رطبه. كنجمعها وندوز مباشره باش غادي نشكل الحلوه ديالي. فكناخذ جوج قطع ديال الورق ديال الطهي ولا بلاستيك غذائي الا ما توفرش الورق، وغادي ناخذ نص ديال العجينه، وكنطلق بدلاك ما بين هاد الجوج قطع ديال الورق. طبعا السوك ماشي بحال صابلي، فاحنا ما كنديروش صابلي، يعني غادي تكون دوز اتاي سمك اللي غليت شويه. غادي نقلب العجينه ونتاكد ان السطح مقاد، ونبدا كنقطع في الحلوه ديالي. غادي نستعمل المسطره باش غادي نحصل على واحد الحلوه اللي غادي تكون يعني في قياس واحد. فهنا كما كتشوفوا حيت الزوائد، وانا نبدا كنعلم فين غادي نقطع. فغادي ندير في العرض ديال الحلوه 1 سنتيمتر، وفي الطول ديالها غادي ندير فيها 5 سنتيمتر بالنسبه اللي بغيتو يعني بنفس القياس ديال الحلوه ديالي. فهنا غير كنعلم فين غادي نقطع، ومن بعد غادي نستعين بالمسطره وغادي نقطع الحلوه ديالي. فانا درت هذا القياس هذا، كتجي حلوه يعني بالحجم اللي صغير، لانه من بعد غادي نلاصق كل جوج حبات مع بعضياتهم. هي مازال كتزيد تنتفخ في الفران، وايضا فاش كان كندها يعني في الكوفرات، وكذلك في فاش كنغطسها في الشوكولات
كانت الحجم ديالها كيولي اكبر، فكتجيني يعني قياس مناسب، وطبعا الحجم كيبقى على حسب الرغبة ديالكم. هنا كنرجع نقطع بالعرض، واخيرا غادي ندخل هاد العجينه هادي كيف ما هي للمجمد مده ديال 10 ديال الدقائق، ولا حتى كتشد راسها وكتتماسك، باش هكا ملي كنجي كنحيدها كتبقى الحلوه يعني محافظه على الشكل ديالها وكتجي مقاده فاش كنوضعها في اللاضه. صافي كنكمل في هاد الاثناء مع العجينه اللي بقات بنفس الطريقه. ملي كنسالي يعني كتبرد لي العجينه مزيان في الثلاجه او في المجمد، كنبدا كنهز الحبات او القطع ديال الحلوه ديالي وكنوضعهم في اللاطه ديال الفران اللي في هاد الاثناء كيكون كيسخن. كنديروه على 160 درجه الا كان الفران ديالكم كهربائي، وشغلوا المروحه الا كان عندكم المروحه. الا كان يعني ما عندكمش المروحه ديروا 170 درجه تقريبا، دخلوا اللاطه في الوسط وخليو الحلوه ديالكم حتى تطيب مزيان وتاخذ واحد اللون ذهبي خفيف. فران ديال الغاز غادي تشعلوا النار غير من الاسفل، فقط النار اللي غادي تكون مهيله، وخليو الحلوه ديالكم تطيب تحمر مزيان من الاسفل. وكيف العاده يمكن لكم تشعلوها من الفوق او تهبطوها باش تاخذ واحد اللون ذهبي خفيف، ونرجعوا باش نشوفوا الطريقه ديال التزيين. هنا صافي الصبيعات ديالي ديال الحلوه هما طايبين كيف ما كتشوفوا، فكان يعني كندير لهم واحد اللون هكا ذهبي خفيف. وهنا باش غادي نلاصق كل جوج مع بعضياتهم درت شويه ديال النوتيلا او اي شكلاط ديال الدهن بغيتو تستعملوا، وممكن ايضا تستعملوا غير الشكلاط العادي اللي غادي نزينوا به وتستعملوه يعني في الحشو. فهنا غادي نلغي هاد النوتيلا يعني كتعطي واحد المذاق زوين للحلوه، فغادي نوضعها هكا في شي بلاستيك، وتقدروا ايضا توزعوا غير ملعقه البلاستيك يعني كيساعد. صافي وكنبدا كنلاصق كل جوج مع بعضياتهم، كنشوف كل وحده اللي كتجي قدها في القياس وكنلاصقها وكنوضعها على جنب. الان بالنسبه للطريقه ديال التزيين، غادي ناخد هاد الكوفرات او الباستا، انا درت هذا ديال تونيك، وغادي نوضعوه في المجمد كذلك حتى كي لانه كتكون مع السخانه كيكون دايب داك الشكلاط اللي فيه، فملي كنجيو كنحكوه كاع كيتجلخ، فخليوه حتى يبرد مزيان. وهنا كناخذو حكاكه ديال الخضر العاديه الجهه الغليظه وكنبداو كنحكو باش غادي نستعملوه في التزيين. تقدروا ديروا الكوك في التزيين او الفيرميسال ديال الشوكولات، المهم لاي حاجه بغيتو تستعملوها في التزيين. هنا بهاد الباستا او بهاد الكوفرات كيجي المذاق ديالو زوين. غادي نكمل بحال هكا حتى غادي نحك الكميه، ما نكثرش يعني حتى الا احتاجيت كنرجع نحك من بعد باش ما يضيعش ليا. صافي هنا كندوب شويه ديال الشوكولات اسود، وغادي نبدا كنغطس الحلوه ديالي. كنهز هكا بشي فرشيطه بالطول، نحاول انني نضربها هكا مزيان مع الطرف ديال الزلافه، وكنحطها هكا في الكوفريت. كندير هكا واحد الزوج، ومن بعد كنحاول انني نفندهم بلا ما نقيس الحلوه ديالي، باكا من يعني كتكون خدمه ديالي نقيه، ما نحتاجش انني كل شويه نبقى كنغسل. فغادي نتابع بحال هكا وكنوضع الحلوه على جنب، كنستنى ليها حتى كتنشف او حتى داك الشكلاط كيبرد، وصافي كنجمعها. اخيرا غادي ندير لها واحد الخطوط ديال الشكلاط من الفوق اللي كيبقاو اختياريين، وكتكون جاهزه للتقديم. نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي كيفاش كيجي. وهذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي لذيذه بزاف وهشيشه، وطريقه ديالها سهله، جربوها اكيد اكيد غادي تعجبكم. كما العاده كناخذ الزبده دائما نرطبها سواء في الميكرووند الا كان عندي، ما كانش عندي كنسخن الفران شويه وكنطفي عليه وندخلها حتى كترطب. استعملت الزبده ديال العبار بلا ما ترطبوها، يعني هي دغيا كتطلق غير راسها في الحراره ديال المطبخ. كنزيد دوك ربع ديال الحبات ديال الفرماج، ومن بعد غادي نزيد سكر كلاصي او سكر ناعم، رشه ديال الملحه،
وشويه ديال الفاني نسيت ما ذكرتهمش في يعني في المقادير، دائما غتلقاهم مكتوبين مع المقادير في صندوق الوصف. الفاني استعملت فانيلا بودره، ممكن ديروا غير واحد ساشي ديال السكر ونستعمل الفانيلا الا ما توفرش عندكم البودره. وهنا غادي نستعمل خلاط كهربائي باش غادي نخدم المكونات، ممكن تخدموا غير بيديكم ماشي مشكل. هنا خلاط الكهربائي كيسهل عليا الخدمه. غير كينسجمو مزيان كنزيد الزبده او عفوا كنزيد الزيت النباتيه وكنرجع نخلط حتى ما كيبقاوش دوك الحبيبات ديال الزبده. هنا كنحاول انني ننزل الاطراف ديال الاناء. وصافي في هذه المرحله كنزيد الحليب وكنخلط حتى كنحصل على خليط كريمي بحال شكل ديال الكريمه. تقريبا هذه المرحله هذه او هذه العمليه كتاخذ مني واحد 5 ديال الدقائق، يعني في يعني المرحله كامله ديال التخلاط ديال الحوايج ماشي غير او ديال المكونات عفوا، ماشي غير ديال الحليب، الاضافه ديال الحليب كترجع عندي كريمه ناعمه. وكنزيد داك الكوك المطحون، الخماره ديال الحلوه واحدة ونص، ولا درت انا عبرت مني ملعقه صغيره كتكون فيها نص ديال ديال الساشي. وصافي كنبدا كنجمع بالدقيق. بالنسبه لي انا الكميه ديال الدقيق اللي احتاجيت بالضبط 500 غرام. وعينكم ميزانكم دائما مع الدقيق او النوعيه ديال الدقيق وكذلك مع النوعيه ديال الزبده اللي غادي تستعملوا. غادي نجمع عجينه ديالي تكون متماسكه في نفس الوقت رطبه، دائما ما تكونش قاسحه، وغادي ندوز مباشرة باش نشكلها. كنبدا نشكل الحلوة ديالي. خديت هنا اللاطة ديال الفران، درت لها الورق ديال الطهي او ممكن دهنها غير بدهنه خفيفه ديال الزيت، ما غاديش تلصق الحلوه. غادي نشكلها هكا الشكل ديال صبيعات، وطبعا نراعيو انها مازال غادي تنفخ في الفران. شكلوها كما بغيتو، ممكن ديروها صبيعات كيف ما درت انا، ولا ديروها هكا بشكل دائري وضغطوا عليها شويه عاد دخلوها الطيب. ممكن ايضا تحربلوها وتقطعوها يعني صبيعات، تجيكم طريقه الا بغيتوها تجيكم اسهل. فانا هنا كنحلبلها ومن بعد غادي ندخلها للفران، نكون مشعول من قبل كيسخن. غادي نستعمل هذه المره الفران ديال الغاز، وغادي ندير واحد النار مهيله ونخلي الحلوه ديالي تطيب على خاطر خاطرها حتى كطيب مزيان وكتحمر من التحت. وغادي نهبطها لتحت وما غنخليهاش تتحمر مزيان في الوجه ديالها باش تجي المنظر ديالها زوين هكا فاش كنزينها بالكوك. هذا هو الشكل ديالها كيف ما كتشوفوا، ما كنخليهاش تحمر بزاف، ومن التحت راها طايبه ومحمره مزيان. عطاوها الوقت الكافي باش تجيكم طايبه مزيان من الداخل وما تجيش معجنه او تجي خضره. بالنسبه للتزيين غادي نستعمل هنا الكونفيتور ديال المشمش مع الكوك او جوز الهند المبشور. كونفيتور صفيتو وسخنته شويه باش هكا كتشربوا الحلوه مزيان. وصافي غادي نزين به الحلوه ديالي. ممكن ايضا تغطسوا الحلوه في الشكلاط كتجي مزيانه. فانا هنا فضلت يعني الكوك مع الكونفيتور، المذاق كيجي زوين. غادي نحاول انني نغطس كميه هكا ديال الحلوه، وكنجيب شي طبق فين غادي نحط الحلوه ديالي قبل ما ندوزها وقبل ما نفندها في داك الكوك. ضروري باش يعني ما نديرش الحلوه مباشره في الكوك باش ما يتعمرش بالمربى ويخسر لي. صافي هنا الحلوه ديالي هي يعني عمرت الطبق، وكنبدا كنهز وحده بوحده وكنفندها هكا في الكوك. دائما نديرو كميه قليله ديال الكوك في الاول، ما نكتروش باش هكا يبقى نقي وما يضيعليش بزاف يتعمر بالمربى ويضيع، ونضطر انني كل مره نبقى نبدل فيه او نرميه وندير واحد اخر. فكندير غير الكميه او القياس حتى كنسالي الكميه وكنرجع نعمر الطبق ديالي. صافي غادي نتابع بنفس الطريقه، نفند الحلوه ديالي كامله ونخليها على جنب، ومن بعد غادي نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها كيفاش كيجي. كتجي زوينه بزاف، شكل بسيط جدا ولكن في نفس الوقت لذيذه وسهله، وخصوصا فاش كتبقى يعني كترطب بداك الكونفيتور اللي كنديروا فيها، والمذاق كيجي رائع بزاف.
اذا نبداو على بركه الله. دائما بمكونات ديال العجين غادي نحتاجو 250 غرام ديال الزبده. انا استعملت هنا زبده ديال العبار او زبده حيوانيه، يمكن لكم ديروا حتى ديال البواطه او النباتيه. غادي نحتاج هنا 5 ديال القطع ديال الجبن المثلث. اذا بغيتو تستعملوا ايضا الجبن المربع ممكن تستعملوه في عوض المثلث. عندنا هنا كاس ديال الزيت، وعندنا نص كاس ديال سكر كلاصي او سكر ناعم، جوج خمارات ديال الحلوه، وحتى شي ديال سكر منسم بالفانيلا. عندنا نص كاس ديال النشا الذره، والدقيق حسب الحاجه غادي نقول لكم بالضبط شحال استعملت او شحال احتاجيت في الحلوه ديالي. بالنسبه للحشوه غادي نحتاج نص كيلو ديال العجينه ديال التمر، معلقه كبيره ديال الزبده، شويه ديال القرفه للتنسيم، وعندي 3 معالق كبار ديال الكاوكاو او الفول السوداني محمص ومطحون. اول حاجه غادي نديروها غادي نحضروا الحشوه اللي هي ديال التمر. فهنا كناخذها كنوضعها في اناء، بما انها شويه قاسحه مع الجو هاد الايام بارد شويه، غادي ندخلها شويه الميكرووند حتى كترطب. الا كان عندكم، ما كانش عندكم يعني حاولوا انكم تفوروها او تبخروها واحد 5 ديال الدقائق غير باش كترطب وكتعجن معايا بكل سهوله. كنزيد عليها كل من الزبده داك الكاوكاو، وممكن ايضا ديروا اللوز او ديروا الجنجلان، وكنزيد القرفه، وكنحاول انني نعجن الكل جيدا مع بعضياته حتى غادي تنسجم مزيان ونحصل على عجينه تكون رطبه. العجينه ديال التمر هي واجده، غادي نحاول انني نوضعها فوق من سطح العمل، نخدمها مزيان. غادي نقسمها على جوج، وكل قطعه غادي نحربلها، وغادي نبدا كنقسمها على قطع باش كل قطعه نشكلها على شكل كره. يعني هذه الطريقه غير كتجيني اسهل، شكلوا يعني الكويرات ديالكم الطريقه اللي بغيتو. تقريبا غادي ندير واحد 10 ديال الغرامات في كل كويره ديال التمر، وكيبقى على حسب الرغبه ديالكم. الا بغيتو الحلوه يعني تكون عامره اكثر بالتمر، غادي تزيدوا شويه في كميه ديال التمر، وإلا بغيتو يعني غير ديروا غير بحال يعني غادي تكتفيو بهذا القدر هذا. صافي غادي نكور العجينه ديالي ديال التمر او الكويرات، وغادي نوضعهم على جنب ونمشيو باش نحضروا العجين ديال الحلوه. بالنسبه للطريقه غادي ناخذ هنا واحد القصريه ولا اناء فاش غادي نخدم، غادي نوضع فيه الزبده اللي تكون طريه او لينه. غادي نستعمل الزبده كيف ما قلت ديال العبار او زبده حيوانيه. امكانكم دائما ديروا زبده ديال يعني ديال البواطه ولا حتى المارغرين خاصه بالتوريق، مهم اللي موجود عندكم اي نوع ديال الزبده تقدروا تخدموا به. والاكيد ان الحلوه بالزبده الحقيقيه او الزبده الحيوانيه كتجي ألذ بكثير من الزبده النباتيه. فكنزيد داك الفرماج، وكنزيد الفاني، زد ايضا رشه ديال الملحه، وغادي نخلط كلشي مزيان حتى غادي ينسجم ليا هذا الخليط ونحصل على الزبده ديالي على شكل ديال بوماد. وغادي نزيد الزيت ونرجع نخدم حتى غادي ينسجم ايضا مع الزبده والمكونات الاخرى. الخليط ديالي صافي ها هو مخدوم مزيان. غادي نبدا نزيد في مكونات الجافه، عندي النشا، عندي الدقيق، وعندي الخميره ديال الحلوه. كيف ما لاحظتوا يعني العجينه ما فيهاش البيض، فكنزيد الخميره وكنبدا كنجمع بالدقيق الكافي. بالنسبه لي انا العجينه هزات 650 غرام تقريبا. عينكم ميزانكم على النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم. عجينه خصها تكون شاده راسها يعني متماسكه في نفس الوقت، يعني ماشي قاسحه طبعا. فاش كنضغطوا عليها كتبقى كتشقق، خصها تكون رطبه. بالنسبه لكم الا استعملتوا نوعيه اخرى ديال الزبده راه غادي يعني تقدروا تستعملوا كميه اخرى ديال الدقيق او كميه مختلفه ديال الدقيق اللي على اللي استعملت انا. فكل زبده يعني كتبقى القوام ديالها مختلف. فانا هنا من الزبده الحيوانيه 650 غرام بالضبط اللي غادي نستعمل في العجينه ديالي. هذا هو القوام ديالها كيف ما كتشوفوا، رطبه وما كتفرتتش في اليدين، وفي نفس الوقت يعني شاده راسها. هذه هي الكميه اللي شط ليا من ديك 700 غرام اللي عبرت في الاول. هنا كنبدا كنشكل الحلوه ديالي. فكناخذ قطع ديال العجين نوضحها على يعني على جنب، والعجين ديالي كنغطيه بلاستيك لدائي دائما باش ما يديرش قشره من الفوق. ونبدا كنكوّل الحلوه ديالي وكنبسطها شويه في الكف، كنبسط ايضا ديك العجينه ديال التمر.
وكنوضعها في وسط من العجينه وكنجمع عليها الاطراف بحال هكا، كنكورها مزيان وكنبسطها في اليد ديالي، هي راه مغاتش تبسط في الفران يعني، كنحاول اننا نبسطوها شويه بحال هاد الشكل هذا، ونقادوها ونحطوها في اللاطه ديال الفران. ملي غادي نسالي صافي، هنا غادي ندخل الحلوه ديالي الفران طيب، النار غادي تكون مشعوله غير من تحت، الا كنت مستعمله الفران ديال يعني ديال الغاز، هنا انا غادي نطيب الحلوه ديالي الفران ديال الغاز، النار غادي تكون متوسطه، وغادي نخليوها حتى كتبان انها تحمرات مزيان من التحت، يمكن لينا عاد نشالو من الفوق ونهبطوها على حسب الفران. الفران ديال الضو يمكن لكم ديروا ما بين 170 حتى 180 درجه، ودخلوا الحلوه ديالكم في الوسط وخليوها حتى كطيب وكتاخذ واحد اللون ذهبي خفيف. بالنسبه للتزيين، هنا خديت الكوك او جوز الهند المبشور وضعته في مقلاه، وغادي نبقى كنحرك فيه هكا بدون ما نحبس، حتى غادي ياخذ ليا اللون محمر، واحد اللون ذهبي زوين. ماشي ضروري انكم تستعملوا الكوك او جوز الهند في الزين، غادي تقدروا ديروا كذلك كاوكاو محمر ومهرمش، حتى هو كيجي مزيان. ملي كيتحمر ليا الكوك كنحيدو من المقله، ما كنخليش المقله غادي تحرقكم من لتحت بالحراره، لان المقله كتكون باقا سخونه فغادي يتحرق لكم، فحيدوه مباشره وخليوه حتى يبرد، وغادي نبداو نزينو في الحلوه ديالنا. بالنسبه للتزيين ديال الحلوه، غادي ناخذ داك الكوك من بعد ما تحمر، غادي ناخذ هنا شويه ديال الشكلاط ابيض، انا استعملت علبه تقريبا ديال الشكلاط، والعلبه ديك الصغيره ذوبته في حمام مائي كيف ما كتشوفوا، ما كنزيدوا عليها حتى شي حاجه، فاش كنستعملوا الشكلاط ديال كالا ما كنحتاجوش اننا نزيدوا الزيت. وهنا كنبدا كنغطس الحلوه ديالي كيف ما كتشوفوا، ما كنوضعهاش مباشره في داك الكوك باش ما تهزش ليا بزاف ديال الشكلاط وتهز بزاف ديال الكوك في نفس الوقت، فحتى كينزل منها داك الزائد ديال الشكلاط عاد كندوزها في الكوك. هنا ديروا غير واحد جوج ولا ثلاثه ديال الحبات ودوزوهم في الكوك، انا هنا جمدات قبل ما ندوزها لان عندي الجو بارد هاد الايام كيف ما قلت، فغادي ندير بحال هكا كما كتشوفوا، يعني كينزل منها الزائد ديال الشكلاط باش ما تجيناش عاوتاني الحلوه عامره بالشكلاط من الاسفل وعامره بالكوك. غادي نتابع بنفس الطريقه حتى غادي نسالي الكميه كلها، وغادي نزين الحلوه ديالي ونرجعو نكملو ونرجعو نشوفو الشكل النهائي كيفاش كيجي. الشكل ديال الحلوه ديالنا كيجي بحال هكا من الداخل كيف ما كتشوفوا، كتجي عامره بالتمر وكتجي غايه في اللذه، معلكه وبنينه بزاف، وكيف ما شفتوا طريقه ديالها اسهل منها ما كاينش. فبالنسبه للطريقه، غادي ندوزو مباشره باش غادي نحضروا العجين. فهنا في واحد القصريه ولا في اناء اللي غادي نخدموا فيه، كنوضع دائما الزبده ديالي اللي كتكون في الحراره ديال المطبخ، غادي نضيف كل من الفرماج، كذلك غادي نضيف السكر، غادي نضيف سكر منسم بالفانيلا والملحه، وديك القشره ديال الحامض، القشره ديال الحامض كتعطي واحد البنه زوينه بزاف مع نكهه او مع المذاق ديال الكوفيتور ديال المشمش. ما توفرش عندكم الحامض ماشي مشكل، يمكن لكم تستغناو عليه وتكتفيو بالنكهه ديال الفاني. فكنحاول هنا نحك غير القشره اللي كتكون من الفوق صافي. هنا غادي نخدم المكونات مع بعضياتهم حتى ينسجموا، محتاجش انني نخدم بزاف يعني حتى كدوب سنيده ولا شي حاجه، غير كن يعني ندمجهم مع بعضياتهم وصافي. غادي نمروا باش غادي نضيفوا الزيت النباتي، غادي نرجعوا نخدموا كذلك حتى غادي تدخل ليا مع الزبده والمكونات الاخرى.
نضيف كذلك البيض جوج حبات ونرجع نخلط. ملي كنحصل على خليط لي كريمي بهذا الشكل هذا، يعني كينسجموا ليا المكونات مزيان مع بعضياتهم، كنبداو في الاضافه ديال المكونات الجافه من الخميره ديال الحلوه والدقيق حسب الحاجه. انا عبرت 700 غرام وغادي نستعملها كامله، كيبقى عندكم يزالكم على النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم. استعمل الدقيق خاص بالحلبيات كيف ما العاده. العجينه ديال هذه الحلوه مخصهاش تكون طريه بزاف، وفي نفس الوقت يعني ما تكونش قاسحه لدرجه تبقى تفرتت لنا او تطلق الزيت، فكتكون ما بين وبين. الا كانت جاريه وكانت رطبه بزاف غادي تعذبنا في الخدمه. ملي غادي نجيو نديرو الطبقات ديال الحلوه ديالنا غادي تبقى كتلصق لنا وتقطع، والا كانت قاسحه بزاف عاوتاني الحلوه ما غاديش تجينا زوينه في الماكله. فكنبقى متبعه بحال هكا حتى غادي نجمع العجين ديالي ونرجعو نكملو. هنا من بعد ما جمعت العجينه هذا هو القوام ديالها كيف ما كتشوفوا، يعني كتكون ما بين وبين. غادي نغطيها بواحد بلاستيك كذائي وغادي نخليها ترتاح تقريبا واحد ربع ساعة حتى نص ساعة، المهم على حساب الا كان عندي الوقت كنخليها نص ساعة ومن بعد كنكمل باش غادي نشكلها. فاش كترتاح لي العجينة كنرش واحد شوية ديال الدقيق وكنقسمها، كنحاول كل قسم يكون قد الاخر، وغادي نشكل العجينة ديالي على شكل كويرات بهذه الطريقة هادي. نوضحهم على جنب في بلاصة اللي تكون مرشوشة بشوية ديال الدقيق، ما تكتروش الدقيق يعني رشة خفيفة. من بعد غادي نجيب ورق ديال الطهي اللي غادي يكون في القياس ديال اللاطه اللي غادي نستعمل، وانا كنبدا كنقرص باليدين ديالي، نحاول انني نعطيها واحد الشكل هكا مربع باش ما يكونش عندي بزاف ديال الزوائد في الجناب. كنبدا كنطلق بالدله، كنرش واحد شويه ديال الدقيق الا احتاجيت. هنا من بعد غادي نستعمل بلاستيك غذائي احسن، كيساعدني انني نطلق العجينه بلا ما نبقى نضطر كل مره نرش الدقيق. صافي كنبقى كنطلق العجينه ديالي حتى نحصل على واحد السنك بحال الا غادي نديرو الصابلي، يعني واحد السنك اللي يكون رقيق. فاحنا غادي نديرو ثلاثه ديال الطبقات باش ما تجيناش حلوه غليظه. عاوتاني كنرققو العجينه ديالنا، وهنا وصلت للسمك اللي بغيت. غادي نهز العجينه كيف ما هي بها بالورق وغادي نوضعها في لاطا ديال الفران وغادي نقادها بحال هكا. الا كانت العجينه ما وصلتش ليا الجناب ديال لاطا كنقرص، يعني كنستعمل غير اليدين ديالي حتى نقادها مزيان. صافي هنا غادي ندير واحد الكميه ديال المربى، يعني نحاول ندهنها كامله ونمشي الكميه ديال المربى في العجين كامل. انا استعملت كونفيتور ديال المشمش، يعني بالنسبه ليا احسن نوع ديال المربى، تقدروا ديروا كيف ما قلت اي نوع بغيتوا. بنفس الطريقه كنطلق العجينه الثانيه، ودائما باستعمال قطعه ديال الورق ديال الطهي ولا بلاستيك غذائي اللي غادي يكون بالحجم ديال اللاطا او بالحجم ديال الحلوه ديالي. هنا دائما نستعملوا الورق ولا كيف ما قلت بلاستيك، لاننا من بعد فاش كنطلقوا العجينات ديالنا مزيان ما غاديش نقدروا نهزوها، غادي تقطع لنا بطبيعه الحال، فبهكا كنهزوها بسهوله بالاستعمال ديال هذا الورق. صافي غادي نكمل بحال هكا، وغادي نجي غادي نهز العجينه ديالي وغادي نقلبها مباشره فوق من داك المربى ونحاول نقادها مزيان ونحيد الى بقاو ليا الى بقات لي العجينه من الجوانب ديال لاطا كنحيدها. وصافي كنحيد الورق ديالي ديال الطهي بكل سهوله بهذا الشكل. صافي ندير طبقه اخرى ديال المربى، واخيرا الطبقه الاخيره ديال العجين ديالي. صافي بهكا كتكون الحلوه ديالي جاهزه باش تدخل الفران طيب، يعني ما كاين ما سهل منها. قبل ما ندخلها طبعا الفران ديالي راه يسخن، غادي نثقبها بفرشيطه باش ما كتفرقعش ليا، يعني بما انه فيها المربى لداخل. غادي نستعمل الفران ديال الغاز، النار غادي نشعلها غير من التحت، وغادي نديرها واحد النار مهيله اكثر من شويه من النار ديال الكيك، يعني كنخليوها تطيب على خاطر خاطرها باش تطيب مزيان من التحت وتحمر، وكذلك يعني باش يدخلها الطياب من الداخل. هنا الشكل ديالها من بعد ما كطيب كنخليها حتى كتبرد تماما من بعد ما كنخرجها من الفران.
عاد كنقلبها من فوق شي لاطه اخرى تكون في نفس الحجم ديالها باش نتاكدوا انها ما تهرش لينا. انا تهرست ليا شويه من الجناب بما انني ما خليتهاش بردات تماما مع الوقت باش نصور عيني قبل ما يمشي ليا الضو. فكيف ما قلت لكم نتوما خليوها تبرد مزيان عاد حيدوها. حنا غادي ندهنها بشويه ديال الكونفيتور او المربى من الفوق وصافي. اخيرا بالنسبه للتزيين غادي ندير لها شويه ديال الكاوكاو محمر ومهرمش. التزيين طبعا كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. انا غادي نكتفي غير بالكاوكاو وتقدروا ديروا يعني خطوط ديال الشوكولا ولا تزينوا بجوز الهند المبشور او الكوكا. صافي من بعد ما كتبرد مزيان كنبدا كنقطع فيها. انا غادي نستعمل موس ديال المنشار. كليكم تستعملوا اي موس متوفر عندكم غير يكون ماضي. غادي نستعمل كذلك الاصابع ديالي باش غادي نعبر. غادي ندير 3 ديال الاصابع في كل قطعه ديال الحلوه. صافي غادي نقطع بهذه الطريقه هذه مره على مره. كنضف السكين ديالي بشي قطعه ديال الورق ديال المطبخ وصافي. كتكون الحلوه ديالنا جاهزه للتقديم. تلقاو باش نشوفوا الشكل النهائي كيفاش كيجي. بعد كنكون وصلنا لنهاية ديال الفيديو. هذا هو الشكل ديال الحلوه ديالنا كيف ما كتشوفوا. حلوه رائعه جدا تستحق التجربه ديالكم. كتجي بنينه بزاف واسهل منها ما كاينش. القوام ديالها كيجي بحال شي كيك معلك ورطب في نفس الوقت. غادي نوريه لكم طبعا كيفاش كتجي من الداخل.